السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. النهاردة نص رمضان، أعده الله علينا بكل خير وسعادة يا رب. مع نهاية رمضان كده الواحد بقى يشعر بالهبوط والهمدان والكسل ونقص الحديد والأنيميا، ففي مشروب على الفطار لازم ما ننساهوش كل فترة، هو مشروب الجزر مع البنجر. البنجر دوت هو عشان الناس بتسأل هو البنجر ده عبارة عن ايه. البنجر مشروب كله حديد وكله فيتامينات، انا بجيبهم زي ما هم كده، بعصرهم في العصارة زي الجزر زي ما هو، بحطه في العصارة مش في الخلاط من غير ما اسلق البنجر. انا من غير ما اسلق البنجر، ايوه، بجيب البنجر بقوم قطع الحتة دي وقطع الحتة دي وقوم حطاهم في العصارة، والجزر نفس النظام، ويطلع لي كوباية العصير ديت، هي عبارة عن جزر مع بنجر، بتدي طاقة رهيبة. الناس اللي بتشتكي من قلة التركيز في الامتحانات في رمضان والإجهاد والشعور بالهمدان بعد الفطار، المشروب ده مشروب رائع جدا جدا جدا، أتمنى تجربوه، هو بجد ممتاز جدا جدا، وهيعالج نقص الحديد وهيعالج تساقط الشعر لأن الناتج عن نقص الحديد. حبيت أفيدكم بيه. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.